ينضم إلينا الآن الباحث في الشأن السياسي الأستاذ عبد الرحمن الجبوري. إذا أستاذ عبد الرحمن، هناك تحديات عديدة داخلية وخارجية تواجه السيد الكاظمي، أبرز هذه التحديات عجز الموازنة الاتحادية. يجري ذلك بالتزامن مع إجراء حوار استراتيجي بين بغداد وبين واشنطن. ما هو أثر هذا الحوار على الأزمة الاقتصادية الداخلية؟ شكرا لك. بالنسبة للحوار، هو فرصة عظيمة لهذا البلد أن يتخلص من بعض مشاكله الاقتصادية من خلال الاتفاق مع الولايات المتحدة على اقتصاد العراق، العراق في بعض المساعدات مع المؤسسات الدولية، خاصة البنك الدولي وصندوق النقد. كما ذكر السيد رئيس الوزراء، متابعة الأموال العراقية الموجودة الدول، نحتاج الولايات لمساعدتنا في البحث والحصول على هذه الأموال، دعم القطاع الخاص، دعم الشركات العراقية، استخدام الشركات الأمريكية لتساعدنا في فتح فرص عمل والحصول على وظائف أفضل من بالقطاع الخاص، من القطاع الحكومي اللي تنعدم به الوظائف في الوقت الحاضر. هذا الحوار يساعد الدولة في وضع سياسات عامة اقتصادية مهمة، يساعدنا في الحصول على النقد، يساعدنا كذلك في دفع عجلة الاقتصاد العراقي لغياب السيولة المالية من القادمة من مبيعات النفط. نعم سيد عبد الرحمن، إلى أي مدى يمكن أن تساهم واشنطن فعلا في دعم العراق اقتصاديا في ضوء قلة نفوذها السياسي الحالي في بغداد، يعني خصوصا وأن من أبرز المطالب العراقية من أبرز المطالب العراقية لهذا الحوار هو خروج القوات الأمريكية وانسحابها من بغداد، هل يتعارض الأمران برأيك؟ طبعا يتعارضان سيدتي. بالنسبة للعالم، إذا ما يكون اقتصادها قريب من الاقتصاد الغربي او المربوط بالاقتصاد الامريكي، لن يكون لديها اقتصاد، خاصه في منطقتنا في الشرق الاوسط. واذا رجعنا قليلا الى رساله السفير الامريكي في هذا الحوار، واحد من الاسباب الرئيسيه لهذا الحوار هو الحصول على تاثير اكبر وعدم ترك المجال مفتوح امام روسيا والصين داخل العراق. الحوار مهم، التاثير الامريكي بالسياسي لا اعتقد انه هو قليل ابدا. التاثير الامريكي موجود، والتاثير الامريكي بالحقيقه يتصاعد بالوقت الحاضر اكثر من قبل. بالنسبه للحوار هذا مع كيف راح ينظر له مع ايران او الانسحاب، انا شخصيا لا اعتقد هناك المذكره او الوثيقه اللي خرجت البارحه بعد الاجتماع لم تحدد انسحاب ولا، لكن هي قالت القوات الأمريكية لن تبقى في العراق إلى الأبد. نعم. ومعناها أن والقواعد الأمريكية هي ليست قواعد دائمة في العراق إلى الأبد، فهذا لا يعني أن الأمريكان سيخرجون غدا، ولا يعني أن القوات ستكون أقل. أعتقد إذا ألزمت الحكومة العراقية هي بأنه إذا لم تهاجم هذه القوات ستكون حركتها محدودة، وستكون هذه الحركة ضمن قواعدها العسكرية وضمن مهماتها العسكرية مساعدة الجيش العراقي. طيب، في التخلص من داعش. طيب متى تتوقع خروج هذه القوات الأمريكية؟ يعني إذا كان الحديث عن استمرار بقاء القوات الأمريكية، لابد تم التداول حول الجدول الزمنية لوجود هذه القوات. سيدتي، اللي هو اللقاء البارحة لمدة ساعتين، ولا أعتقد هناك اتفاقية، ولم يتحول حتى لتفاوض. هذا كلام كان مبدئي، وحسب المذكرة كذلك أكدت أنه سيكون هناك لقاء ثاني في جولاي. لدينا اتفاقية واضحة مع الولايات المتحدة، وهي الأطار الاستراتيجي، وهي الاتفاقية الموجودة الآن والتي وقع عليها وصادق عليها البرلمان العراقي، وصادقت عليها الولايات المتحدة والجمهورية العراقية. النقاش والحوار الذي يدور بين العراق والولايات المتحدة هو حوار مهم لمعرفة
أين تقف الدولة العراقية من التأثير الإيراني، أين تقف الدولة العراقية، مهمات الدولة العراقية للمستقبل. أنا شخصيا لا أعتقد هناك أي انسحاب، ولا أعتقد أن الأمريكان لديهم نية بالانسحاب من العراق على المدى المنظور. أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشأن السياسي الأستاذ عبد الرحمن الجبوري.